اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من بلاد طيبه. زي ما انتم شايفين كده احنا بنستمتع بالجو الحلو اليومين دول، جو جميل جدا جدا، فقررنا ان احنا نعمل حلقه خارجي النهارده، وهي حلقه فعلا مهمه جدا جدا. وفي نفس الوقت بنقول لكم كل سنه ومصر كلها طيبه، اعياد مسيحيين مع رمضان مع مناسبات كلها سعيده ان شاء الله، ربنا يجعل كل ايامنا حلوه. النهارده هنعمل حلقه يمكن شويه مختلفه، هنتكلم فيها عن مواضيع كتير جدا. اولا طبعا بمناسبه اعياد مسيحيين هنتكلم شويه على الاحتفالات وازاي الناس بتحتفل في الاوتيل، او كل اوتيل بيعمل ايه. هنتكلم كمان على فكره مهمه جدا، احنا بما اننا داخلين على افتتاح المتحف الكبير، فبالتالي لازم كلنا نتعلم في مصر ازاي نتعامل مع السائح. يعني مش لازم الناس اللي بتشتغل في السياحه بس هي اللي تكون ازاي تعرف تتعامل مع السائح، وخاصه ان مصر كلها مقدر ليها ان شاء الله انها تبقى بلد سياحي نمره واحد يعني. فبالتالي لازم كل الناس والمواطنين، لو الكلام ده مش هينزل في المناهج، الولاد بتوعنا ازاي يتعرفوا ازاي يتعاملوا مع السائح. بقى دلوقتي كمان الدوله بتشتغل وهيئه تنشيط السياحه وكل الناس المعنيين بالسياحه بقوا يعملوا نوع من الارشادات، سواء من خلال الاعلام والتلفزيون او حتى من خلال بعض الافيشات اللي بتبقى موجوده في الشارع، ان كيفيه التعامل مع السائح، انه لازم يبقى في مسافه بينك وبينه وتديله مساحته، انه ما يبقاش صوتك عالي في المكان، انه تديله هو اولويه انه يدخل يحجز او انه يدخل الاول، انك تبقى في ابتسامه لطيفه على وشك، انك ازاي تعرف تكلمه، لو مش معاك اللغه بتاعتك ممكن تستعين بحد تاني، تحاول تسهل له الامور، لو عايز يسالك استشاره او يسالك على مكان تحاول تسال وتساعده. يعني دي كلها حاجات يمكن تكون بسيطه، وفي حاجه اسمها اتيكات التعامل مع السائح او بروتوكول التعامل مع السائح، مهم قوي ان احنا نعرفها. دلوقتي الدوله شغاله في النقطه دي كويس جدا، وبنحاول كمان ان الاعلام يشتغل عليها كويس، ونتمنى انها تنزل في المناهج في المدارس والجامعات المدربة. هنتكلم ايه المشاكل اللي لسه بتواجه السياحة بشكل عام، وخاصة ان احنا زي ما قلنا حلمنا ان يبقى عندنا 30 مليون سائح، وده في خلال الايام اللي جاية، مش بنتكلم على 20-30 بس، احنا من هنا لغاية 20-30 بنحلم ان يبقى عندنا في السنة 30 مليون سائح، ودي مش صعبة، دي سهلة، بس عايزة شوية ترتيبات، ومن ضمنها الساعة الفندقية، ازاي نحول الفنادق بتاعتنا انها تستوعب، او يبقى عندنا عدد كبير من الفنادق تستوعب كم سياحة كبيرة. انتوا عارفين الأقصر وأسوان تحديدا كمان بقت فولي بوكد طول السنه، ما بقتش، كان زمان فتره الاعياد او فتره الشتاء كان هو ده اللي عليه ضغط، دلوقتي الاقصر مثلا عليها ضغط كبير، احنا فرحانين طبعا، لكن ده ما يمنعش انها مشكله كبيره، ده معناها انه القدره الاستيعابيه بتاعت الفنادق لا تتحمل غير الاعداد اللي موجوده دي، احنا لا عايزين نزود، سواء بقى مراكب او نزود فنادق منشاه كمبنى موجود في الاقصر واسوان، عايزين نزود كمان الكاتيجوريز بتاعه الاوتيلات، ان يبقى في عندنا اوتيل نجمه وثلاث نجوم ان شاء الله، حتى بانسيون. طبعا فكره انه يبقى في حاجه اسمها بوتيك اوتيل تكتر الفكره دي، لان الفكره دي بقى عليها اقبال كبير، دي من النقاط كمان المهمه. هنتكلم على كمان علاقه السياحه بالبيئه، وازاي انه كل الفنادق دلوقتي بقى بينزل فيها لجان، سواء من وزاره السياحه او من بعض الاماكن الاخرى، اللجان دي بتشرف على حكايه الاستهلاك، وازاي ان الفندق بيتحول لفندق بيئي، او مش هنقول فندق بيئي، فندق صديق للبيئه، ان الاستهلاك يبقى قليل في الغاز، في الكهرباء، في الميه، يبقى في ارشادات للجست انه تعمل ايه وما تعملش ايه عشان نوفر. دي كلها امور بقت متابعه في مصر كويس جدا جدا جدا. والحاجه الثانيه ان احنا كمان بنحلم يبقى عندنا فنادق بيئيه اللي هي معموله من البيئه، بقى مش فنادق صديقه للبيئه وخضراء، لا، انها تبقى معموله من البيئه، يعني المبنى نفسه يبقى طين او من نفس الاماكن، نفس الحاجه زي جريد النخيل وزي جذوع النخل وكل الكلام ده، انها تبقى ما فيهاش استهلاك لكهرباء كتير، انها تبقى الناس بتزرع دلوقتي فكره السياحه المستدامه، انه الناس بقت بتزرع حاجات عضويه او المنتجات العضويه او نباتات عضويه بحيث الناس تاكلها، في بعض الاحيان السائح نفسه اللي بينزل ياخد المحصول. يعني دي كلها طبعا امور، فكره الاكل اللي بيخرج من الاوتيل انه يبقى مش لازم يبقى على طول اوبن بوفيه، لا، ممكن يبقى سيتد او انت بتطلب اكلات معينه او كده، دي برضو من الحاجات اللي بتبقى موفره جدا. خليكم معانا، هنتكلم النهارده مع رامي فايز وهو عضو غرفه المنشآت السياحيه في الغردقه، هيقول لنا بعض المعلومات المهمه جدا والظريفه جدا، وبنرجع تاني نقول كل سنة وانتم طيبين.
معانا مستر رامي فايز، عضو غرفة منشآت الفندقية. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. كل سنة وأنت طيب. الأول عيد القيامة وكلها مناسبات طبعا سعيدة وجميلة. رمضان بيوافق عيد القيامة، بيوافق شم النسيم، فطبعا بتبقى حاجة جميلة قوي للبلد بحالها، بتبقى كل البلد سعيدة. كل سنة وكل مصري بخير إن شاء الله بمناسبة عيد الفطر وبعيد القيامة، ويا رب دايما يديم المحبة والاحترام اللي بيننا كلنا. خلينا نروح لفكرة الرجل الأعمال اللي ممكن يبقى منفصل عن المجتمع بتاعه وبيشتغل مع نفسه، بيدور بس على انه يبقى عنده دخل كويس يعني مرضي بالنسبه له، ورجل اعمال تاني ده بيدور على ده، وفي نفس الوقت بيعمل مجهود كبير مع الدوله وبيساعد الدوله وبيقف جنبها وبيدور على مصلحه المجتمع الاول، وبعدين بيشوف طبعا مصلحته. اكيد مفيش كلام. يمكن مصر عدت على ازمات كتير الفتره اللي فاتت زي ما عدى على العالم كله، لكن بيفرق رجل اعمال عن التاني فكره انه بيفكر بشكل مختلف، فكره ان انا مش مشكله ان انا لازم يبقى المكسب 100%، لا ممكن يبقى المره دي مفيش مكسب، بعد شويه يبقى في مكسب. فخلينا نتكلم على فكره رجال الاعمال بتوعنا في مصر، فعلا مختلفين عن اي مكان تاني. يعني هو بكل تاكيد يعني حسب الامكانيات اللي ربنا بيديها لكل واحد، دي بتبقى زي وزنه، وربنا يعني بيكافئ بعد كده اللي بي بي بيستثمر الوزنه بتاعته دي. فبكل تاكيد طبعا يعني انت ايده لوحديها ما تسقفش، لا الدوله المصريه ولا الحكومه المصريه لوحديها تقدر تشتغل من غير القطاع الخاص، ولا القطاع الخاص يقدر يشتغل من غير الحكومه. يعني انت الواحد بينجح او رجل اعمال بينجح طبعا ايا كان في القطاع اللي بيشتغل فيه، سواء في القطاع الفندقي، في القطاع الصناعي، في القطاع الاستثماري، ايا كان، من غير طبعا يعني من غير الناس اللي بيشتغل معاهم، من غير اللي هي العملاء بتوعه او الزباين بتوعه او الجست او النزلاء ايا كان. فيعني احنا كلنا ايد واحده وكلنا بنكمل بعض، هي حلقات بتكمل بعض يا فندم، وربنا هو اللي بيبارك بعد كده. مش هنفتكر الحاجات السلبيه، بس عايزين نفتكر مع بعض وقت الكورونا، وقت ما كنتوا بترجعوا بنسبه 25 و50% او 40%، ما كانتش الناس بتكسب، كنت يا دوبك بتبقى بتقبض الناس بس فلوسها. دي كانت وقت صعب. فكره الضرايب اللي كانت مفروضه وقتها والتسهيلات، وبعدين قلنا شويه البنوك هتدي قروض، وبعدين كان يبقى فيه صعوبه شويه، يعني الموضوع كان فيه تطورات كتير، لكن الناس فضلت محتفظه بالعماله بتاعتها. فده اللي دايما بنتكلم فيه، العماله انا كده تحافظ عليها دي اكيد حاجه كويسه. خلينا نتكلم على الحرب دي برضو اثرت وخلت ان في مشاكل شويه في الحرب، بس خلينا نتكلم انتوا عملتوا ايه، لانه فكره الاحتفاظ بالعماله في الوقت صعب بيبقى صعب جدا، وخاصة ان احنا العمالة دي لما بتمشي ما بترجعش تاني. بكل تأكيد طبعا عشان نبقى بصراحة مع بعض، يعني اي رجل اعمال لما بيكون فيه معاه مثلا فندق كبير او يعني لحد ما يعني له تقله في القطاع السياحي، بكل تاكيد العماله بتبقى هي دي زي راس الحربه، لان هي دي اللي بتجيب له يا اما الجست بيرجع تاني، يا اما الجست بيخرج من فندقه ما بيرجعلوش تاني. فطبعا انت كل ما العماله عندك بتكون مدربه وعماله مهنيه وفاهمه يعني ايه سياحه، بيعملوا يعني دايما ابروتش مع السايح بطريقه مباشره، بطريقه علميه ومهنيه وباحترافيه، طبعا ده بيديكي يعني تقل في القطاع الفندقي. بكل تأكيد طبعا احنا يعني مش عايزين نتكلم على الأزمات، احنا اتكلمنا على الأزمات كتير قوي، انما الحمد لله احنا يعني دلوقتي احنا في فترة اعياد، والدنيا الحمد لله يعني برومسنج جدا خلال الموسم الصيف اللي جاي ده ان شاء الله. احنا عندنا يعني في حجوزات كويسة جدا على كل مصر، يعني سواء شرم الشيخ او حتى بالظبط فني يعني الأقصر وأسوان، شافت الحمد لله موسم كويس جدا جدا السنة دي، سواء نايل كروزز أو سواء حتى المراكب اللي ورا السد العالي، وفي الأقصر وفي أسوان عندنا في قطاع البحر الأحمر، في مرسى علم، في الغردقة، حتى إيفن في جنوب سيناء، دهب، طابا، نويبع، شرم، الحمد لله نسبة الإشغالات يعني طالعة من النص التاني من شهر 4 لغاية شهر 10، الحمد لله بروميسنج جدا. خلينا نروح تاني للعمالة وتدريب العمالة. كل يوم بيبقى فيه جديد، وكل يوم بيبقى التكنولوجي عالي، ولازم نبقى مخلين الناس اب تو ديت للجديد. بتعملوا ايه؟ هل في دورات تدريبيه بشكل مستمر للعمال؟ بكل تاكيد في دورات تدريبيه بتتعمل دلوقتي مع غرفه الفنادق المصريه، ده بالاشتراك مع الاتحاد الاوروبي. ما فيش حد هيشتغل في قطاع الفنادق او قطاع السياحه غير لما يكون لازم واخد التريننج بتاعه من اول البيلمان اللي في الفندق بيشيل لك الشنط حتى لغايه الجي ام في الفندق. ما فيش حد يعني هيعرف يكمل غير لما يكون واخد اكتر من تريننج خاص بالصحة، خاص بطريقة التعامل مع الجست، خاص بالنظافة الشخصية، خاص بكل ما هو جديد في مجال الديجيتالايز حتى الرقمنة. فكرة الأخضر، السياحة الخضراء والتعامل معاها وتقليل الاستهلاك، دي كلها حاجات برضو أعتقد لازم يبقى بيتدرب عليها العمالة. بكل تأكيد، بس يعني خلي بالك احنا دايما كنا دايما بنقول يا ريم ان
دايما طريقة تسويق بلدنا في الثمانينات والتسعينات مختلفة دايما عن 2022، وخصوصا كمان بعد كمان البانديميك في الكوفيد. فإحنا دلوقتي طبعا الاتجاه بالكامل ان احنا نعمل رقمنا ديجيتالايز قطاع السياحة، نعمل نطور ونكبر قطاع اللي هو السياحة الخضراء اللي حضرتك بتذكريها دلوقتي. عندنا فيه دلوقتي ابتدينا ندخل في غرفة الفنادق حاجة خاصة بما يسمى بالإيكولوج. الإيكولوج اللي هو بيبقى فندق بسيط جدا قائم على كل ما هو بيئي، يعني في بعض الفنادق ما لسه ما دخلت لهاش كهرباء حتى، وده بيبقى مقصودة بحيث ان انت تتعاملي على كل ما هو طبيعي في خلال فترة إقامتك. وده النوع دلوقتي بيلاقي إعجاب شديد من السياحة، بس أعتقد سياحة أغنياء شوية، وبالذات الحاجات اللي هي بتبقى مكلفة، لأن الموضوع ده برضو مكلف. فكرة انك تعمل من البيئة أوتيل كامل ده صعب. ده حقيقي فعلا، يعني هو الناس ممكن تفتكر العكس، تفتكر مثلا عشان ما فيهوش مثلا كهرباء او ما فيهوش مثلا تلفزيون يبقى اكيد ده هيبقى فندق رخيص. بالعكس، ده بيبقى تكلفته اعلى جدا، ان هو بيعتمد على كل ما هو نيتشر طبيعي، حتى كل ما هو في الاكل حتى بالظبط، فعلا بيبقى اورجانيك، يعني كل ما هو هيلثي بيبقى جوه الفندق ده. خلينا نروح بقى للأعياد والاحتفالات. كل أوتيل بيبقى ليه طريقة عرض مختلفة للأعياد دي عشان يعرفوا الناس، لأن طبعا تعرف دلوقتي السائح برضو بيبقى عايز يشوف الكالتشر بتاعت البلد دي، الناس دي بتفكر ازاي، بياكلوا ايه. فبيبقى كل أوتيل كده واخد تيمة معينة وقت ما بتبقى على حسب بقى العيد اللي موجود. رمضان يعني رغم انه الناس ما بتسافرش شرم وغردقة كتير في رمضان، بتكلم على المسلمين مثلا، لكن تلاقيهم برضو عاملين الخيامية والشكل ده، والأجانب دايما يسألوا ايه ده. يعني بكل تأكيد دي طبعنا، دي تقاليدنا. الجست اللي بيجي من بره بيجي بيحترم التقاليد، بيحترم الطباع بتاعتنا، بيحترم عاداتنا. احنا عندنا في جو في رمضان، انت عارفه طبعا الزينه بتاعت رمضان، عارفه الفانوس بتاعت رمضان، مفيش فندق موجود في قطاع البحر الاحمر مش حاطط مثلا فانوس بالظبط، رغم ان ده يعني مش ريليتد قوي ولا له علاقه بالاجانب مثلا بالموضوع، انما دي عاداتنا وتقاليدنا. هو بيجي بيحترمها، بيعيش معانا وبيتعايش معانا. حتى الاستاف يعني لما وقت الفطار بيبقى شايف ان ده بيبقى مثلا بيبتدي ياكل من الساعه مثلا بعد المغرب، بعد الساعه 6 مثلا او حاجه، الصبح مثلا في الاعياد في شم النسيم بنبتدي نحط البيض، بنحط الفطير مشتت في البوفيهات، بيعيش معانا الجو المصري الشعبي اللي احنا بنعيشه. فطار بيبقى في عيد القيامه، الناس بتفطر في عيد القيامه مظبوط ولا بيبقى بعد كده؟ طبعا ما هو ده العيد يعني اكيد طبعا يا فندم. ليه بيسموها الجمعه الحزينه؟ ده بيبقى الجمعه الحزينه، بيبقى اخر اسبوع كلنا بنفطر طبعا، يعني بيبقى اظن حاجه ما حصلتش، ناس بتعمل بقى طبعا، وبعد ده اعتقد الصيام الطويل ما فيهوش سمك، ما فيهوش سمك، ما فيهوش لحمه، ما فيهوش جبن، ما فيهوش حاجه خالص، والحمد لله كده الواحد كده بيوفر عشان الاسعار يعني ايوه، بس وقت الفطار بقى بتدفع كل اللي وفر. بنعوض يا فندم ال 55. طيب خلينا نتكلم على الصيف اللي جاي، انت بتقول انه واعد جدا ومفروض انه منتظر يجي عدد كبير من الاجانب. قولي كده ايه الاكتر الاسواق؟ انا عارفه انه مرسى علم وشرم
شرم الشيخ والغردقه في اسواق معينه هي اللي بتبقى عليها الاقبال اكتر في الاماكن دي، فاحكي لنا كده هل في زياده، هل في اسواق جديده دخلت؟ يعني احنا لغايه دلوقتي مثلا خلال الاسبوع ده في شهر ابريل احنا ابتدى ينزل لنا على مرسي علم حوالي من 100 ل 104 طياره في الاسبوع، ان شاء الله تباعا بيبتدي الرقم ده يزيد لغايه ان شاء الله ما هيوصل حوالي 120 طياره في الاسبوع او 125 طياره في الاسبوع ان شاء الله من النص الثاني من شهر 4. حاليا لغايه دلوقتي الجنسيه المسيطره بتنزل بترافيك عالي جدا هي الجنسيه الالمانيه نمره 1، التشيكي نمره 2، البولندي نمره 3، الايطالي نمره 4. لو مرسي علم هل يعني احنا دايما بيقول لك السائح بيدور على الايفنتس بتاعت بالليل انه يبقى فيه نايت لايف، ان يبقى فيه حاجه بتتعمل، هل كمان مرسي علم على جمالها وهي بعيده شويه بس رائعه ولسه فيرجن برضو عن بقيه الاماكن، مش زي يعني مش زي الغردقه البحر بتاعها لاندسكيب بتاع البحر لسه محافظ على نفسه، بتعملوا نايت لايف يقدروا يخرجوا بره الاوتيل فكره السفاري والكلام؟ خلي بالك ان كل مركز من مراكز البحر الاحمر يعني الجونه ليها طابع خاص، الغردقه نفسها كمدينه ليها طابع خاص، سهل حشيش له طابع خاص، مرسي علم ليها طابع خاص، مرسي علم ما فيهاش مثلا داون تاون يقدر السائح يقدر ينزل يتمشى زي مثلا مدينه الغردقه في محلات ويقدر يتمشى في الشوارع وتاكسيات وكلام ده، مرسي علم هي عباره عن مجموعه من الفنادق منفصل عن بعض، يعني قد يكون من فندق للتاني من كيلو لغايه 4-5 كيلو. الفنادق كلها موجوده يا فندم قبل مدينه مرسي علم ب 70 كيلو وبعد مدينه مرسي علم لغايه 70 كيلو. انما كمدينه مرسي علم نفسها هي قاعد فيها لسه لا ما نقدرش نقول بدو، هم قبيلتين العبابده والبشايره ودول موجودين هناك. ابتدى طبعا المعمار ابتدى يدخل المدينه، التحديث ابتدى يدخل في المدينة أكتر، إنما حتى ساعته وتاريخه الناس بتيجي بتستمتع بالظبط بمرسي علم البكر. وانتوا اللي الاوتيل نفسه هو اللي بيعمل بقى النايت لايف بتاعه، كل واحد بيعمل الطابع الخاص بتاعه، لكن في سفاري بيقدروا يخرجوا سفاري ولا لسه الموضوع ده متنظم؟ لا 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 طبعا كل حاجه موجوده في مرسي علم، موجوده السفاري في الصحراء، موجوده في كمان هناك تلسكوب جوه الصحراء بحوالي 30 كيلو متر تقدر تشوفي منها المريخ والقمر، ده اعلى ده تلسكوب كبير مش موجود غير في مصر فقط لا غير. عندك في غريب انا محطوط هناك، ده اكيد ليه ابعاد فلكيه برضه. ده حاجه هايله صراحه، انا بدعو كل الناس ان هي تيجي تتفرج عليه. ده في عندك طبعا النايزك، منطقه اسمها النايزك، في عندك حنكوراب، في شرم اللولي عشان كده سموها مالديف مصر. انت بتقدري من وانت على الشاطئ بتشوفي 7 درجات من اللون الازرق والتركواز. عندك في وادي الجمال ودي محميه طبيعيه، عندك في بيت الدولفينز بتقدري تخشي جوه بالمركب حوالي نص ساعه تقدري تشوفي مش اقل من 2000 دولفينز قدامك تحت الميه على طول، تقدري تنزلي يعني تعومي معاهم. السنوركلينج والدايفنج، انت في منطقه بكر في البحر الاحمر، كل ما بتنزلي جنوب البحر الاحمر كل ما انت بتستمتعي بجمال الميه. يعني مرسي علم واخده صفه لسه الهدوء، الناس الهانيمونرز بقى ممكن تبقى العائلات على هادي اللي عايزين هدوء شديد ويستمتعوا بس بفكره الدايفنج والسنوركلينج. بالظبط كده يا فندم، احنا مختلفين عن اي مركز تاني. انت قد يكون مرسي علم يعني في التشبيه ممكن تكون مثلا زي شرم الشيخ من 30 سنه، بس هي مش هتستنى 30 سنه عشان تبقى زي شرم الشيخ، مرسي علم الاسبوع بيفرق عليها في الارض. طيب خلينا نروح لفكره الهويه المصريه والحقيقه انا دايما بدور عليها، انا عارفه انه دايما بسال السؤال ده اوقات بيبقى بساله بزياده، بس دايما زي ما قلت السائح اتغير، زي ما بيدور على حاجات ليها علاقه بالصحه وليها علاقه بالحفاظ على البيئه، وبنتكلم على تغير المناخ وده ابتدى ياخد منحنى كبير قوي عندنا في مصر، كمان بيدور على الشخصيه المصريه وعلى الثقافه المصريه. هل انتوا مثلا في بعض الفنادق بتصمموا انه يحصل ده، الديكورات يبقى فيها شويه ليها علاقه بالشكل المصري؟ احنا عندنا حضارات كتير. مش بس بالديكورات يا فندم، احنا بالنسبه لنا مثلا في البوفيهات لازم يبقى خلال ال7 ايام يبقى فيه كل يوم تنوع، ففي بيبقى فيه يوم طبعا خاص فقط لغير بالاكل الشرقي المصري، يعني بيجي هتلاقي فيه مثلا في البوفيه هتلاقي فيه ملوخيه، هتلاقي فيه باميه، هتلاقي فيه فطير مشتت، ممكن تلاقي محاشي، يعني السائح بيبقى جاي عايز يعيش تجربه، حتى تجربه الاكل كمان، ما هو لو عايز ناكل نفس الاكل اللي بياكله في بلده يبقى خليه، لما هو اتنقل خلاص من بوينت A لبوينت B بكل التجربه بكل متعه. في من الافكار اللذيذه لو بنتكلم على سستينبل توريزم انه بيزرعوا دلوقتي حته ارض صغيره كده وبعدين يكتبوا في المطعم انه دي من الارض اللي احنا زارعينها، وبعض الاحيان بيجي الجاست نفسه يطلع طماطم يطلع مش عارفه ايه، اعتقد دي من الافكار اللطيفه اللي الواحد شافها. ما دي هنا دي من ضمن الحاجات اللي هي بتربي الانتماء للجست للمكان اللي هو نازل فيه هو الفندق، يعني في بعض الفنادق في البحر الاحمر
مش بس كده كمان يعني، يعني لما بيجي يكرر يبقى ريبيتر جست يكرر مره تانية او حاجه، بيبتدي يزرعوا الشجره، يخلوها هو اللي بيزرعها وبيحطوا عليه مثلا وليكن مثلا اسم حضرتك مثلا على الشجره دي، يجي المره الجايه بقى بيلاقي الشجره دي ابتدت تكبر، فبيبتدي هو يعني بقول لك احنا عايزين نعمل ريبيتر جس، يبتدي يشوف الشجره بتاعته كل سنه عماله تكبر ازاي، عماله تطرح ايه والكلام ده كله، واسمه بيبقى تحتيها. الجست ده بيبقى حد عزيز قوي وعايز تحسسه انه بيته، فتحط له صور ولاده، بس ده طبعا يمكن في اي بي جست او الجست اللي بيجي يقعد مده طويله، انك تحط له صور ولاده، تحط له شوكولاته عليها صورته، الحاجات اللي هي النقط اللطيفه دي. في يا فندم بقى اكتر، في اكتر من فكره طبعا، ان انت تعملي ازاي هوسبيتاليتي وازاي تربي الانتماء للجست للمكان اللي هو جاي ينزل فيه، ما ينزلش مثلا في الفندق اللي بعده او اللي قبله. ممكن مثلا لما بيجوا هنا بيبقى يلاقوا مثلا بيتصوروا كلهم صور عاديه، احنا بنحتفظ بالصور دي. الراجل ده لما يجي مره تانية ويدخل على الاوضه بتاعته يلاقي صوره هو ومراته واولاده محطوطين قدامه في الاوضه، بيحس ان هو جاي بيته ولكن مستمتع طبعا بجمال الجو والشمس والبحر والكلام ده. قبل ما نطلع في التسجيل كنت بتتكلم على فكره انه لازم يبقى عندنا وعي، مش وعي بس، الناس اللي بتشتغل في السياحه عندها الوعي الكافي وفاهمين كويس قوي يعني ايه التعامل مع السائح، لكن المواطنين العاديين احنا بنتكلم على عندنا افتتاح متحف كبير، عندنا الناس دلوقتي زي ما بيقولوا كده احنا مش عايزين نحط لهم في بابل زي ما اتقالت مليون مره، احنا عايزينه يحتك بالناس، فبالتالي لازم يبقى فيه وعي. فاحكي لنا على الفكره دي جت ازاي، انه يتعمل منشورات، يتعمل زي افيشات كده بتتكلم على نوع من الارشادات للتعامل مع السياح. احنا وردين دلوقتي حاليا شغالين في الموضوع ده، ان احنا نبتدي نوعي افراد الشعب المصري، مش بس مثلا في مناطق البحر الاحمر، حتى ايفن في القاهره او في اي بلد تانية محافظه، ان يعني ان الست اللي ماشيه في الشارع دي السائحه او الراجل ماشي في الشارع سواء هي لابسه شورت لابسه كات، احنا بنحترم تقاليدها، بنحترم هي زي ما هي بتحترم عقائدنا، وهي كمان ليها الحريه الشخصيه بتاعتها. طريقه الاكل، طريقه الاختلاف، اللون، اختلاف الجنس، اختلاف الكالتشر اللي هي جايه منها، الكلام ده كله يعني طريقه نظرتي للسائح وهو ماشي في الشارع بالظبط. يعني احنا محتاجين بس نعرف ان اللي ماشي او اللي ماشي في الشارع دول يعني بيزودوا الدخل بتاع خزينه الدوله المصريه اللي بتصرف منه تاني بعد كده، يرجع لي تاني كخدمات، بيرجع لي تاني كاكل، بيرجع لي كشرب، بيرجع لي كمصانع، بيرجع لي يعني عباره عن حاجه متحركه بتفيد بلدي. فانا لازم يعني باخلاقي، بادبي، بنظافتي حتى الشخصيه لو انا بتعامل معاها في مطعم او في حاجه، موجودين في متحف وازدحامات واسيب له مسافه، مش لازم نبقى بالظبط يا فندم. من اول ما ينزل من الطياره بتاعته في مطار القاهره لغايه لما يرجع تاني، من يعني يختم جوازات الخروج ويخرج بالسلامه من بلدنا، يعني يبقى في عنده تجربه سياحيه فريده عايز يكررها، مش عايز يكررها، هنا بتفرق. كمان بنتكلم على ازاي التكنولوجي العالي، وكنا لسه في مؤتمر بيتكلم على التحول الرقمي والسياحة الرقمية، دي من الحاجات برضو اللي واخدة خطوات سريعة جدا، والحجز عن طريق النت، ودي قول بقالها كتير، بس كمان وصلنا لمراحل ان احنا بنشوف بفتح الأوضة بتاعتي بالموبايل، الحاجات اللي هي التفاصيل اللي ممكن تكون صغيرة بس ابتدت تشتغل في اوتيلات كتير، دي انتوا واصلين فيها؟ يعني في طبعا من ناحيه الديجيتالايز اللي هو رقمنه قطاع السياحه في مصر، احنا اوريدي ابتدينا ناخد فيه خطوات. في خلاص يعني معظم الفنادق المصريه اللي في قطاع البحر الاحمر، خلينا نتكلم عن البحر الاحمر، ابتدت خلاص تشتغل على النقطه دي. انا عايز اقول لك ان احنا النهارده الدوله المصريه مستهدفه 30 مليون سائح، 30 مليار دولار.
في خلال الاربع خمس سنين الجايين دول. ده مش هيجي غير بان انا يعني ابتدي يعني اقلل شويه من العامل البشري في بعض النقط وابتدي ارفع شويه من الذكاء الاصطناعي. ال 30 مليون سائح دول يا فندم مش هيجوا لي غير لو في مثلا سمارت ايربورت، الراجل يجي بياخد الفيزا بتاعته بالباركود، وانس ان هو عملها سكان على الماشين يبتدي يدخل على طول. مش لازم انا ال 30 مليون يعدوا على 30 مليون ضابط ويختم الجوازات ويعدي ويقفوا في الطابور والكلام ده كله. لا، الدنيا بتتطور وهتتطور ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه دي. عندك في بعض الفنادق ابتدت انت حضرتك وانت داخله بتلبسي زي حضرتك لابسها دلوقتي مثلا اللي هي الاسوره دي بيبقى عليها كل بياناتك الشخصيه عليها، وانت مش محتاجه بقى كارت تاني تفتحي بيه الاوضه، انت بنفس دي بتعمليها كده على الباب على طول بيفتح لك الباب. وانس ان انت دخلتي لو انت خرجتي مش وسايبه النور هو بيعمل ديتكشن على طول استشعار ان مفيش حراره معينه في الاوضه، ان مفيش اي موفمنت حركه في الاوضه، فيبتدي يفصل الكهرباء كلها. مثلا لو انت مثلا تشيك اوت بتاعك الساعه 12 الظهر فانت اوريدي هي اوتوماتيك لما تيجي تشتغل مش هيفتح لك الباب خلاص غير لما ترجع تاني للريسبشن ونشوف اذا كنت هتعملي اللي هي تشيك اوت. كل حاجه بتبقى سمارت، ودي حاجه كويسه للجيست وكويسه لاداره الفندق. خلينا نروح للجزئيه دي تحديدا، لانه في المطار كمان دايما بنقول ان احنا عايزين نسهل على السائح التفاصيل بتاعه وبالذات الجزء الامني، ودايما بنقول ان احنا نفسنا يبقى في تنسيق كبير ما بين وزاره الداخليه ووزاره السياحه والاثار ووزاره التضامن، يعني عدد من الوزارات لازم يبقى في نوع من التنسيق علشان نسهل الامور. ممكن تكون وزاره الخارجيه قايمه بدورها ممتاز، لكن في تفاصيل صغيره كده ما ينفعش تتعامل مع السياحه، ما ينفعش تتعامل مع السائح، انه تفتيش ذاتي، انه لا دلوقتي بقى في تطور تكنولوجيا عاليه، لو ما ابتديناش من اول المطار اعتقد السائح ده ممكن ياخد طياره ويرجع تاني لو حس انه الناس دي مش عارفه ازاي تتعامل مع السائح. ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، طريقه التعامل من اول واحد بيقابل الجست وهو خارج من الطياره لغايه اخر واحد بيقول له مع الف سلامه. احنا النهارده طريقه عشان نكون صراحه، لو احنا مش هنعمل اعاده تهذيب تاني للبيت السياحي من الداخل يبقى احنا كده هنضيع وقت. النهارده لو مش كل الحكومه المصريه اعتبرت ان السياحه يا فندم مشروع قومي للدوله المصريه، وان دي تقدر القطاع السياحي لوحده يقدر يطلع اي دوله من اي كبوه اقتصاديه هي فيها، وده اللي حصل في اليونان من حوالي 6 سنين، بعد كانت على شفا خلاص الافلاس، القطاع السياحي هو الوحيد اللي طلع اليونان من الموضوع ده. نفس الموضوع هنا في مصر، لو احنا ما اعتبرناش كحكومه مصريه ان قطاع السياحه يقدر يفهم ان احنا يعني معظم الوزارات تبتدي تعاون، ما بقولش تخدم على وزاره السياحه لكن تتعاون مع وزاره السياحه من حيث يعني وزاره الداخليه من اول طريقه تامين السائح. هل النهارده لما انا اجيب اطلب 30 مليون سائح هل انا محتاج 30 مليون شرطي يكون معايا؟ اكيد طبعا لا، احنا محتاجين فقط لا غير ان احنا نبتدي طريقه التامين تكون بطريقه يعني مش محسوسه، بطريقه غير مباشره، ملاصق يا فندم لكل الجست وهو ماشي على طول سواء بالعربيه او بالظبط. اشاره ان في تخوف، ده اللي احنا بنتكلم فيه. فعلشان كده احنا يعني عايزين على قد المجهود اللي بيتعمل الصراحه من وزاره الداخليه والكلام ده، ولكن احنا محتاجين اعاده تاني تقييم للتحرك الامني الملاصق والمصاحب للافواج الاجنبيه من المطار، والتفتيش الذاتي اللي بيحصل، وفكرة زي ما انت قلت كده فكرة ان انا اقف في طابور طويل، وموضوع ممكن يبقى ابسط من كده، او ان يبقى في ضابط واحد بس اللي شغال في الاجراءات وبقية البوثز مش شغالة. فدي حاجات اعتقد انا اعتقد ان انتوا كغرفة وكل الغرف الخاصة بالسياحة ممكن تتكلم في النقط دي وتقابلوا بيها أحمد بعيسى، ومش بس تقابلوا بيها أحمد بعيسى، تقابلوا تطلبوا كمان تقابلوا وزير الداخلية شخصيا. صدقيني يا فندم على يعني أنا مش عايز الناس تفكر إن ده نقد، لكن هو يعني محاولة تحسين للخدمة لإرضاء الجست اللي جاي. يعني ده مش بس وزارة الداخلية، عندك وزارة الداخلية، عندك وزارة الخارجية من حيث طريقة عمل التأشيرات، عندك المرور، عندك أكتر بالظبط يا فندم بالظبط. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب، واحنا مبسوطين ان احنا بنقضي الاعياد معاك، ومتعوزين دايما منك ان انت بتجيب افكار جديده ودايما بتقف جنب بلدنا يعني، فاحنا بنشكرك كتير قوي. انا اتشرفت بيك يا فندم، منورين البحر الاحمر، ويا رب كل خير لبلدنا يا مستر.